هلا وشلونكم؟ شو اخباركم؟ جانا لكم مقطع جديد. اني موج، اني موشي حسان من قناه حسان. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم راح نسوي لكم فلوق نروح المدرسه نستلم كتب. ويلا خلينا نروح. تعالوا شقين يدش. وهاي هسه مدرستنا، وطلنا لها مدرسة بشارة الخير الأساسية الأهلية، ابتدائية متوسطة بنات وابتدائية متوسطة بنين. بس راح نفوت لها. وهنا أول ما نفوت المدرسة حاطين جهاز تعفية. شوفوا هنا أنا حسان فز من عنده، فرجع لي وراي. وهسه هنا دخلنا المدرسة وفرحنا من شفنا المدرسة حلوة ونظيفة وحاطين جهاز تعفير بكل مكان، وفرحنا أكثر من تلقتنا مديرة المدرسة ست الدكتورة بشرى ورحبت بينا ترحيب حلو وانطتنا الكتب. وشوفوا حسان شلون فرح بيها وطت النوشة لعبة هدية إلها وشجعتنا على الدوام وفرحت من عرفت بقناتنا قناة حسان وعائلته وشجعتنا لأن هي تحب تشوف طلابها متميزين. وشكرا إدارة المدرسة على هذا الترتيب والنظام. وهسه هنا تعالوا نسوي جولة بالمدرسة وراويكم التحديثات الجديدة اللي سوتها المدرسة ونراويكم ايش حطوا للروضة. شوفوا هسه المكان وهذا البقالة او الحانوت. هنا حاطين زحليقة وهنا مثل المرجوحة. هاي الروضة روضة بشار الخير. شوفوا هسه هنا الناشا راح تلعب بالزحليقانة. حسان محتفظ محتضن الكتب مالته حاول يضيع. شوفوا مش اتونست بيها. أني كلش أحب مدرستي هواية، وهذا جهاز التعفير قلت لكم عليه. صراحة نطلع منه. شوفوا المدرسة جد حلوة. شوفوا لنا أسرع عليكم إدارة المدرسة. بس قبل إدارة المدرسة شوفوا هاي براد مي وهاي روضة بشار الخير وهاي الإدارة. شوفوا البنت حلوة. هذا مكتب، مكتبين. وشوفوا الترتيب قد حلو والأناقة. شوفوا هنا شوفوا هنا الكاميرات موجودة بكل صف وبكل مكان، كاميرات حتى بالساحات يعني هنا كاميرات كل مكان بالممرات بهاي كلها. ومدرستي متطورة دائما تحب التطوير وكل سنة أتطور
وتسوي أشياء جديدة وأحلى. طبعاً رحت الصف أول متوسط، وحسنان راح الصف الثاني الثالث ابتدائي. طبعاً أنا من الثالث ابتدائي بهاي المدرسة، وهسه راح نطلع راح نرجع للبيت. شوفوا همينة تعفرنا، وهنا نوشة زعلت لأن ترتب قبل المدرسة، وها حسان يفتخر بكتبه. وهاي مدرستنا وفرحانين أنا وحسان. شوفوا نوشة شوفوا هالمدرسة ايش قد حلوة. وشوفوا هنا أنا حسان قام يقلد على نوشة من عام من تبتي. وهسه راح نرجع للبيت. سيارة ماما باي باي مدرستنا. إن شاء الله نرجع لك بوقت قريب ونتغلب على كورونا ونرجع للدراسة إن شاء الله. لا تفوتنا. وهنا عندنا هاي الكتب، وهنا عندنا الرياضيات اول شيء، وهنا عندنا اللغه العربيه، وهنا العلوم، وهنا عندنا الانجليزي. هاي انجلش اوف اراك هذا انجليزي. وهنا عندنا الحاسوب، وهنا عندنا الكتاب تمارين انجليزي الاكتيفيتي بوك. وهنا عندنا الاسلاميه او القران الكريم. وهنا عندنا العلوم هم التمارين. هو هذا مو التمارين، ذاك التمارين، هذا الكتاب الاصلي. وهذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وحبيتوه. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا ويانا بهذا الفيديو. هاني وحسان ونوشة كلش استمتعنا بالروح على المدرسة وفرحنا، واستلمنا كتب نظيفة، وشوفتوا نوشة شلون زعلت رادت تبقى بالمدرسة ما تجي البيت ويانا على اللعب. وان شاء الله بعد كم يوم نستلم الزي ونداوم، وإن شاء الله ننجح ونفرح أهلنا ونفرح مدرستنا. باي باي.